السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. انت في القناه اشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. في طريق النادي الاهلي اعلان عن المهاجم الجديد، واللي على حسب الانباء اللي خرجت من النادي الاهلي، النادي الاهلي حسم صفقه المهاجم الاجنبي خلاص، ولكن يتبقى الاعلان الرسمي. طب ليه الاعلان الرسمي متاجل لحين الانتهاء من قصه رحيل احد لاعبي النادي الاهلي على سبيل الاعاره، وهو احمد القندوسي. احمد القندوسي اللي شارك الموسم اللي ده مع النادي الاهلي على فترات متقطعه، النادي الاهلي شايف ان هو محتاج انه يطلع سنه، او كولر شايف ان هو محتاج انه يطلع سنه على سبيل الاعاره بحيث انه ياخد دقايق لعب اكتر، وبالتالي يفضي مكان النادي الاهلي يضم مهاجم اجنبي في الفتره الحاليه. كان في عروض كتير لاحمد القندوسي الفتره اللي فاتت جايه من دول الخليج، وكان في بعض العروض من الدوري المصري، ولكن الاقرب هو سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي عاوز يودي احمد القندوسي اعاره لمده موسم لسيراميكا كليوباترا، وفي نفس الوقت يرجع محمد شكري الظهير الايسر اللي كان لاعب في النادي الاهلي وطلع السموحه، وبعد كده النادي الاهلي باعه لسيراميكا كليوباترا، وفي بند في العقد بتاعه ان النادي الاهلي عايز يرجعه بمبلغ معين، والنادي الاهلي عايز يعمل الموضوع ده كله في صفقه انتقال القندوسي لمده موسم على سبيل الاعاره. ولكن مسؤولين سيراميكا كليوباترا رافضين الموضوع، وشايفين ان هم عايزين يتعاملوا في كل صفقه على حده، يعني اعاره القندوسي نتكلم فيها لوحدها، وعوده محمد شكري للنادي الاهلي من تاني نتكلم فيها كصفقه لوحدها. كمان اداره سيراميكا كليوباترا مش عايزه تتحمل الراتب بتاع احمد القندوسي بشكل كامل، عايزه تتحمل جزء منه، واداره النادي الاهلي تتحمل جزء منه، وده اللي معطل انهاء الصفقه لحد الان. لسه لحد الان المفاوضات مستمره بين اداره النادي الاهلي في الثلاث ملفات، وهنشوف الساعات الجايه ايه اللي هيحصل، ولكن خلاص اتاكدنا ان بنسبه كبيره، بنسبه تصل الى 90% 95%، احمد القندوسي خلاص بقى خارج النادي الاهلي. فبعد الاعلان الرسمي عن رحيل احمد القندوسي هيتم الاعلان الرسمي عن مهاجم النادي الاهلي الاجنبي الجديد. طبعا قصه سوزا اتقفلت في النادي الاهلي ضبه ومفتاح، النادي الاهلي ما عادش هيتكلم في صفقه سوزا تاني، ولا هيرجع للمفاوضات دي تاني، والقصه دي انتهت، ولا عوده في للمفاوضات في قصه سوزا داخل النادي الاهلي من جديد. استنى الساعات الجايه نشوف النادي الاهلي هيستقر على ايه. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.